هو بصراحة هو مش حتة مفاجأة، بس حتة ان في لعيب منضم وهو ما كانش يستحق ان هو ينضم. لعيب زي مثلا مروان حمدي، لا ما كانش يستحق، لان في لعيبة اكتر سترايكرز عندنا في مصر هنا احسن منه بكتير تستاهل ان هي كانت تنضم، زي محمد شريف مثلا كان يستحق الفرصة، وفي احمد حسن كوكا، عمر جابر، وطبعا محمد قفشة. طبعا هو ما كانش مقتنع بيه. المفاجأة محمد مجدي قفشة، عمر جابر بصراحة نقول ممكن، لكن مش مفاجأة قوي برضو يعني. محمد شريف طبعا مفيش شك، لان هو راجل هداف الدوري وشغال بيجيب اهداف افريقيا ومحلي. احمد عبد القادر طبعا اول حد انا يعني كان اكيد لازم يتضم، يعني ينفعنا كتير بلا شك. محمد شريف لان كده يعني يعتبر مدرب المنتخب يعني بيعدمه. احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي لان هو لاعب مؤثر الفتره الاخيره. طبعا تريزيجيه طبعا الاثنين يعني زي ما تقول في مستوى واحد، بس لو تريزيجيه في فورمته انا ارشح تريزيجيه على مرموش. تريزيجيه افضل خطه؟ لا يدعي بقى. ما عندوش خطه، انت فاهم؟ لكل مره هي الخطه بتتعمل بس ما فيش حد بينفذ، فهو يدعي بس، هو تمام، والناس تدعي وراه بقى لحد ما تشوف هيوصل لايه. من وجهه نظري 3 4 2 1 4 3 3 يعني الخطه دي هتكون مناسبه لينا. مش محتاجه كلام، هو كان ابو جمل عامل شغل عالي في الاول بس دلوقتي مستواه نازل. طبعا الحارس الاول لمنتخب مصر هو الشناوي. لو هتقارن بين الاثنين فالاثنين جامدين، محمد الشناوي وابو جبل اللي هيختار الكروش فيهم هيبقى تمام، بس ابو جبل في الاداء في الفتره الاخيره كان اجمد حاجه ممكن تشوفها منه اصلا. حراسه المرمى محتاجه واحد عنده ثبات انفعالي وعنده ثقه بنفسه، فانا ارشح محمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا نمبر 1 في مصر، يعني هو اكيد ده اسمه من الامام بتاعنا. محمد الشناوي هو حارس مصر بقى له 5 سنين. طبعا من غير اي كلام هو ساديو ماني هو النجم الاوحد هناك دلوقتي. ساديو ماني غير كده البروباجندا اللي حاصل عليه ان هو حد بروفيشنال قوي وبيعرف يمسك كوره وبيعرف يعمل كنترول على الكوره. لا احنا بنخاف من التيم كله، التيم كله صعب بصراحه. انا اتفرجت على الماتش بتاع نهائي افريقيا معانا، اللعيبه كلها تقال. انا شايف طبعا ساديو ماني هو اخطر حد فيهم يعني. اضافه طبعا لماندي حارس المرمى بتاع تشيلسي ده، يعني ربنا يستر. اخطر لاعب ساديو ماني.